أصحاب كوجي في كل مكان. كوجي بيقول لكم إنه هيتم تغيير طريقة بث القناة لتقنية أعلى وأفضل من DVB-S لDVB-S2، وده معناه إننا هنقدر نشوف القناة بصورة أوضح وألوان أجمل، وده هيكون على نفس تردد الخاص بالقناة 11637 عمود على النايل سات بداية من يوم 1 أغسطس. طب أعمل إيه علشان أشوف القناة بالتقنية الأعلى دي؟ لو جهاز الاستقبال بتاعك بيقدر يعمل تحديث تلقائي القنوات، يبقى هتلاقي قناة كوجي في مكانها زي ما هي بس بالتقنية الأعلى. لكن لو مش بيعمل تحديث تلقائي، يبقى احنا هنعمل أوتو سكان، وساعتها هنلاقي القناة من جديد. شوفوا قناة كوجي واستمتعوا بالتقنية الجديدة بصورة أجمل وألوان أنقى. كوجي لكن جوجي.